السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الثلاث 18 أغسطس 2020 من الميلاد. حلقة جديدة وموضوعات جديدة وملفات جديدة وأفكار جديدة ووجوه جديدة كمان هنقدمها لكم في نهاية هذا البرنامج. بس خلينا الأول نبدأ بالأخبار المفرحة. أنا تعودت مع حضراتكم أو بحاول قدر الإمكان أن كل حلقة نبدأ لو في حاجة حلوة، لو فيها بشرة، لو فيها فرحة، لو فيها إنجاز، لو فيها حاجة نقوله علشان يا رب بداياتنا جميعا تبقى بداية بابتسامة وبضحكة وبتفاؤل عشان ربنا يجعل أيامنا كلها حلوة. خلينا نبدأ معاكم بخبر حلو لأولادنا، بس مش ولادنا بتوع الثانوية العامة، لا، ولادنا بتوع الشهادة البريطانية. القاعدة تقول، القاعدة تقول: ما ضاع حق وراءه مطالب، وطالما هذا المطالب كان طلبه شرعي وحقاني ومتفق مع المعايير وبناء على جهد بذل، مستحيل ربنا يضيع هذا الحق، مستحيل. لو تفتكروا حضراتكم الأسبوع اللي فات كان في خلاف مع جامعة كامبريدج، واحدة من أهم المعاهد والجامعات على مستوى العالم، طبعا ذائعة الصيت، بس كانت عملت تقويم وعملت قرارات ارتقينا احنا هنا في مصر ان كان فيها نوع من الظلم لولادنا. ولو حضراتكم فاكرين كمان تداخل معايا يومها الأستاذ الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللي كان من اوائل الناس اللي تضامنوا مع ولادنا رغم ان هم مش طلبة عنده لسه في الجامعة، لكن فكرة ان الحق لازم الناس تقف جنبه حتى لو ما كانش يخصني. كان من اوائل الناس اللي تضامنوا مع الولاد ودخل وشرح هنا في البرنامج معايا القصة والفكرة تماما، وتواعدنا انا وهو مع كل المحترمين ان احنا هنشتغل على هذا الملف حتى يعود الحق الى اصحابه. البشرة اللي انا بأزفها اليوم إلى ولادي وولادكم من أبنائنا أبناء الشهادة البريطانية إنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تواصل مع الجامعة من خلال مراسلات رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ممثلة للحكومة المصرية بالظلم الذي وقع على الأبناء، فكان الرد السريع والمحترم من جامعة كامبريدج والتي عادت أو رجعت أو عدلت عن التقويم اللي هي كانت حطاه وأعلنت، وأنا هقول لكم اللفظ بالظبط كده عشان ولادنا يفرحوا، أعلنت أن قرار المؤسسة الجديد مؤسسة كامبريدج هو منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف، أي الدرجة التي قدرتها مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى، أيهما أعلى. يعني ببساطة شديدة عشان الناس اللي مش فاهمة قوي القواعد بتاعت الشهادة البريطانية، رجعنا على قديمه، إن التقييم والنمر والدرجات والمركز اللي خدوه في مدرستهم ومن الجهة المشرفة عليهم هي اللي هتعتمدها جامعة كامبريدج، مش الاعتماد التاني اللي الولاد ما كانوش عاملين حسابه ولا دريوا بيه ولا كانوا عارفينه قبل كده. عشان كده بقول لحضراتكم مبروك، ولادكم الظلم اترفع عليهم وحقهم رجع لهم ولم يبقى الا ان نشكر الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. عشان كده خلوني كمان اشكر الاستاذ الدكتور عثمان الخشت. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ تامر، اهلا بيك، والف شكر لحضرتك على المبادره في ايصال صوت جموع الطلاب الى بريطانيا والى مؤسسه كامبريدج. الحمد لله حضرتك كنت سبب وانا كنت سبب وكل الناس المحترمة اللي بذلت مجهود كانوا سبب عشان ولادنا حقهم يرجع والظلم يترفع عنهم بشكل كبير. الحمد لله. الحمد لله فعلا. هو في ناس كانوا قالوا لي ان عادة كامبريدج انها لا تستجيب لاي طلبات، لكن انا تواصل معايا مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات الكبيرة وهم ما كانوش عايزين يتكلموا بشكل رسمي في هذا الامر نظرا لبعض الاعتبارات، لكن انا قلت انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعبر عن جموع الطلاب اللي انا اساسا مؤمن بيهم. صحيح. بص يا استاذ تامر، انا من الناس اللي بتذاكر، يعني انا المناهج البريطانيه
الخاصه بالتعليم انا قريتها، وامريكان دبلوما ومناهج الناشونال، وانا كمان كنت بذاكر في مراحل التعليم مختلفه مع اولادي. كويس. فالولاد اللي هم بيدرسوا المنهج البريطاني دول من افضل نوعيات الطلاب، وفي الحقيقه المنهج البريطاني منهج متميز جدا. صح، واصعب حتى اصعب كتير جدا من الامريكي. وكله لا ده منهج بلد، يعني اللي بيخشه بصراحه بيبذل مجهود ولازم يكون عنده قدرات خاصه. بالظبط، خاصه ان المنهج ده بيكون مهارات حقيقيه عند الطلاب. صحيح. والاسر اللي بتدخل ولادهم هذا النوع من التعليم بيكونوا حريصين على ان هم يعلموا ولادهم كويس. مش فكره ان هم يحصلوا على اسم شهاده او لا، بالعكس ده بيستثمروا في تعليم ولادهم. عايزين يعلمهم كويس. لان هم لو عايزين يدخلوهم جامعه وخلاص، لا، يدخلوهم نوع تاني من الثانويات. صحيح. فانا دول انا مؤمن بيهم جدا، وكنت زعلان لان انا عارف ان نوعيه دي من الطلاب بتذاكر طول الوقت وبتجتهد. مظبوط. وبتبذل كل الجهود، خاصة بعد جائحة كورونا. الولاد دي ما سبتتش، الولاد دي كانت بتذاكر طول الوقت، كانت بتتواصل عبر البرامج والتطبيقات الإلكترونية المختلفة. وعلى فكرة هم عندهم المهارة دي عالية جدا، يعني هم بيقدروا يقعدوا على اللابتوب. صح. أو التاب أو الموبايل ويتواصلوا مع المدرسين ويتواصلوا مع مصادر المعلومات بشكل في الحقيقة يدعو للفخر. مظبوط. فالنوعية دي من الطلاب احنا لازم نحتضنها ولازم نشجعها. أنا دايما عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. إن أنت تعمل اللي عليك والباقي على ربنا. صح. وأنا في الحقيقة تواصلت مع دكتور طارق شوقي، وتواصلت مع البريتش كونسل، المجلس الثقافي البريطاني في مصر. أيوه. وأرسلت كتابات رسمية، وكمان اتكلمت في الإعلام لإيماني بهذه القضية. وفي الحقيقة لأنها بصراحة قضية عادلة، وده حق مشروع للولاد. جدا جدا حضرتك. وكمان أنا في الحقيقة عايز احيي الجهات البريطانيه وهيئه الامتحانات البريطانيه اللي نظرت في هذا الامر بكل جديه وبكل صرامه، ولم تتبع عادتها المالوفه. عادتها المالوفه كانت عدم الاستجابه. مظبوط. لكن في الحقيقه هم استجابوا لما لقوا ان القضيه عادله، وقالوا ان هم هيلجأوا لمعايير اخرى في التقييم. وزي ما حضرتك قلت، لا اما الدرجه لا اما المتوسط. المتوسط. أيوة. ده اللي هو ايه بقى؟ مش متوسط درجاتهم الماضيه في السنين اللي فاتت. لا، هو المفروض ان المدرس بيحط درجه، ما هي درجه من 9 من 9، فهو بيحط 9 من 9 او 8 من 9 او 7 من 9 او 6 من 9. حلو. وبعد كده بيرتب الولاد، يعني كل اللي جايبين 7 بيرتبهم 1 2 3. فهم لا اما هياخد دي لا اما هياخد دي. انا ارجو واتطلع ان المعيار ده يكون فعلا عادل، ارجو هذا، وانه يدي الطلاب حقهم، لان هم فعلا يستحقوا كل التقدير. خاصة ان الهيستوري، التاريخ بتاع الطلاب دول في المواد اللي امتحنوها قبل كده كانت جايبين درجات هايلة. تمام. وفي امتحانات صارمة بقى ما فيهاش غش. صح. يعني امتحانات ليها قواعد صارمة جدا في الحقيقة، والولاد تاريخهم مشرف. اذا درجاتهم السنة دي لابد ان هي تكون متسقة مع درجاتهم في الاعوام الماضية. فانا في الحقيقة بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وبشكر كل اللي دعموا هذه القضية العادلة. واهم حاجه بتهمني ان احنا ما نكسرش طموحات هؤلاء الطلاب ونحبطهم في سن مبكر. ده كلام مظبوط. ما كلام مظبوط. فانا زي ما انتقدت، زي ما دلوقتي لازم اشكر الجهات البريطانيه المسؤوله عن تصحيح هذا الوضع. شكرا جزيلا. انا بشكرك يا دكتور، ودايما جعلك الله ذخرا للمحتاجين والمتعلمين والناس اللي عايزه تجتهد وتوصل لأحلامها عن الطريق السليم والطريق المشروع. ربنا يجعلنا دايما سبب في ان هم يصلوا الى اهدافهم. شكرا جزيلا دكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة. انا مؤمن دايما بفكرة انه انت اعمل اللي عليك. يعني القاعدة حتى بتقول ايه؟ ليس عليك ادراك النجاح، ولكن عليك السعي. وفي ناس للأسف بتيأس من قبل ما تبدأ. في ناس بتيأس من قبل ما تبدأ. يعني في ناس انا كلمتهم لما حصلت الازمة بتاعت الشهادة البريطانية دي الاسبوع اللي فات، كلمت اولياء امور قالوا لي لا خلاص. اقول لهم خلاص ايه؟ يقولوا لي خلاص، هو كامبريدج يعني احنا اللي هينفع نغير رأي كامبريدج؟ دي كامبريدج جامعة كبيرة وخلاص، اللي قالته قالته، واحنا نقبض دماغنا في الحيط، وايه يعني مصر هتبقى هي؟ اقول لهم ايه يا جماعة اليأس ده؟ مش انت مؤمن ان ده حق ابنك؟ يقول لي ايوه بس خلاص ادي بقى رضينا بالظلم. اقول له لا، ما رضيناش بالظلم، اسعى. يقول لي ما انا عارف انها مش هتحصل. قلت له بس اسمك تسعى،
يعني حتى ابنك لما يجي بعد كده ما يلومكش، ما يقولكش يا بابا انت ما حاولتش ليه تجيب لي حقي، ما ساعدتش ليه عشان نرجع حقنا المغتصب. ما ينفعش تقول له يا ابني انا كبرت وبتاع، ده نوع من اليأس، واليأس انتحار. فارجوكم كل واحد عنده حق، بس الاهم اخدان الحق صنع، لان في ناس بيقول لك انا عندي حق فبلطج والا ادبي وطول لساني وكسر لا ده كده بقيت انا المحقوق، تحولت من صاحب حق الى ان الحق بقى عليا، ان انا اتبعت اسلوب مش قانوني او مش محترم او مش اخلاقي او مش سوي عشان اجيب حقي. صدق اجدادنا اللي قالوا اخدان الحق حرفة او اخدان الحق صنعة. لو ليك حق ذكائك انك تعرف ازاي تاخد حقك من غير ما تخسر الحق ومن غير ما تخسر مبادئك واخلاقك، وهو ده اللي اتعمل هنا. احنا اشتغلنا وكان الامل ضعيف، وزي ما قال الدكتور عثمان دي اول مرة في تاريخ جامعة كامبريدج تغير قرارها، مهما كان الضغوط عليها ومهما كان الزن عليها عمرها ما غيرت قرارها. لكن سبحان الله، سبحان الله الذي يغير ولا يتغير، سبحان الله الذي يغير ولا يتغير. ربنا أذن انه لأول مرة في التاريخ جامعة كامبريدج تغير قرارها وتعيد الحق للولاد. ليه؟ عشان الحق ده حقهم والمشروع، واحنا اتبعنا الاسلوب المحترم القانوني، اشتغلنا في الاعلام وقلنا ان في حق، ووزارة التربية والتعليم بعتت مراسلات رسمية وقالت يا جماعة في ظلم حصل، بحثوا الموضوع ردوا علينا قالوا خلاص سنرفع الظلم ونعيد الامور الى نصابها او الى طبيعتها. اوعى تفقد الامل في السعي، ما تراه انت مستحيل ممكن ان يكون ممكن للاخرين، ما تراه مستحيل ممكن ان يكون ممكن للاخرين. ايه الفرق بقى بينك وبين الاخرين ده؟ ان الاخرين ده عندهم امل وانت ما عندكش، عندهم نية للسعي وانت ما عندكش، عندهم قدرة على بذل المجهود حتى لو الطريق وصل للحطة سد، وانت بتكسل حتى تمشي في اول الطريق من غير ما تبقى عارف انه اخره سد ولا لا. الفرق بين المستحيل والممكن ارادة البشر، ارادة البشر. بمناسبة ما ضاع حق وراء ابو طالب، انا امبارح ذعت لحضراتكم الفيديو اللي كان جايلنا بناء على شكوى من اهالينا من سكان مارينا. الفيديو اللي اثار ضجة مش بس بسبب اللي احنا اذعناه، لا كمان على مواقع التواصل الاجتماعي بقاله يومين عامل ضجة كبيرة جدا بسبب احدى الحفلات اللي معمولة في احد الشواطئ الخاصة المستأجرة في مارينا. وده الفيديو اللي انا عرضته لكم امبارح. وطبعا الفيديو زي ما انتم شايفين في زحام وفي تكدس، وادي الولاد والبنات في الشاطئ اللي هو في بتاع الحمام الصغير اللي بيسموه الباث فوم، اللي هو بيملوه ميه ورغوه صابون ويقعدوا يلعبوا وبتاع والكلام الفاضي اللي بيحصل ده، اضافه بقى الى التكدسات والترقصات والحاجات اللي مش عارف ايه وشي بقى عشان يعني ربنا يعافينا. كويس. ومره تانية قبل ما اقول لحضراتكم ردود الافعال، مره تانية انا والله مش بغلس ومش عايز الناس تكتئب. وفي ناس كلموني امبارح قالوا لي يا تامر حرام عليك، ده خلاص فاضل اسبوعين ولا اتنين ويك اند بس على الساحل والصيف وبتاع، وبعد كده هنرجع للشقه والجامعات والمدارس وبتاع. هو انا مش بني ادم؟ مش بني ادم زيكم؟ ما انا بني ادم وعايز اصيف وعايز اتفسح وعايز اروح بحر وعايز انبسط، بس هو انا لازم اعمل ده بالشكل ده؟ هو مفيش وسط؟ يعني لازم اروح البحر فلازم يبقى فيه دي جي ابن فظيعه بيعمل طربات تيخ تيخ لحد باخر واحد في العالمين الناحيه الثانيه يبقى سامع ومصدع؟ لازم. ولازم يبقى كل هذا العدد جوه المساحه الصغيره دي في الشاطئ الخاص؟ لازم. ولازم نعمل البتاع اللي هو الباث فوم ده، الحمام الصغير اللي كله بينزل يزفلط فيه، اللي هو لان الرغوه فيها زفلطه، يزفلط فيه وبتاع، ده لازم. طب هو كل ده لازم يحصل في ظل ان الكورونا لسه مشرفانا؟ مش في اجراءات وقايه وفي اجراءات تباعد وفي كمامات وفي مطهرات وفي قرار اللجنه العليا لمكافحه كورونا بتاعت المجلس الوزراء اللي لحد النهارده منع الحفلات ومنع الاختلاطات ومنع الشواطئ؟ انا كل كلامي انه يا جماعه تعالوا نطبق القانون، هيا بنا الى القانون فقط لا غير. لا انا عايز الطف ولا عايز اغلس، لا انا عايز اكشر ولا عايز اضحك، انا عايز القانون يتطبق بس. حد هيزعل مني ان القانون يتطبق هو حر بقى ساعتها، مالوش حاجه عندي. عشان في ناس غريبه جدا كلموني امبارح قالوا لي تامر حرام عليك والعيال تنبسط. يا جماعه هو انت عشان عيالك تنبسط
هتنبسط انت كولي امر انه هو يرجع لك لمؤاخذه شايل الكورونا، ولما يرقد وتبقى على شفا ان انت تفقده هتبقى فرحان، ولما يرجع ينقل العدوى للبيت كله هتبقى فرحان. يا جماعه ليه؟ ما واحده واحده. هو احنا يا اما من قمه الكبت اثناء الحظر بتاع كورونا، يا اما قمه السداح مداح، ما عندكوش وسط. واحده 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 هيجي يا عم، ولو خلص الصيف ده كله احمدوا ربنا وبصوا ايديك وشه ده ان احنا لسه عايشين. يعني لو خلص الصيف ده من غير ما نصيف ولا نتزفلط ولا نعمل ولا بتاع، نحمد ربنا حمدا كثيرا وشكرا وفيرا انه الصيف خلص وكورونا قربت ان شاء الله تخلص واحنا لسه على قيد الحياة. لان في غيرنا دلوقتي في القبور بسبب كورونا. وافتكروا الفنانة العظيمة رجاء الجداوي رحمة الله عليها. في ناس غيرنا ماتوا، وفي ناس غيرنا دلوقتي في المستشفيات مش عارفين ياخدوا نفسهم. فاحمدوا ربنا انتوا واقفين على رجلكم وبصحتكم. بلاش بقى نعمل الحاجات التي تؤدي الى التهلكة. مش ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ ما دي تهلكة. كده كتير كده كتير كده كتير 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 يا جماعة. فانا كلامي ببساطة، وردود الافعال اللي جت انه تواصل معايا ناس من الجهاز بتاع مارينا وقالوا احنا هنراجع العقود وهنراجع الديلز او يعني العروض اللي احنا عاملينها مع اصحاب الشواطئ الخاصة، وهنشوف مدى التزامهم من عدمه وبتاع، وبالتالي هناخد القرارات. وده كلام محترم. اما بالنسبة لوزارة الداخلية والحكومة، انا لا اريد الا تطبيق القانون. لو قرارات اللجنة العليا بتاعت مكافحة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لو لسه لحد دلوقتي بتقول ان مفيش حفلات، يبقى مفيش حفلات. لو مفيش حفلات يبقى مفيش حفلات، لا مطرب ولا رقاصة ولا شو ولا دي جي، مفيش حفلات يعني مفيش حفلات. لو قرار اللجنة العليا بتقول ان مفيش شواطئ خاصة، يبقى مفيش شواطئ خاصة. انا ممكن افهم الشاطئ العام بتاع القرى السياحية يبقى مفتوح والشماسي تبقى على بعد اللي هي القرار الاجراءات العادية ماشي، لكن بالمنظر اللي احنا شفناه ده ما اعتقدش ان ده حاجة القانون سامح بيها، ما اعتقدش. فانا ارجو بس انه القانون يتطبق. حلو. وبالمناسبة دي انا بشكر وزارة الداخلية لانها من اكثر الجهات في الدولة اللي بتستجيب وبسرعة، وهي الحقيقة بتبذل مجهود كبير سواء بقى في ضبط الامن او في كل المجالات اللي هي بتحافظ عليها وهي موكلة اليها، او حتى في الاستجابات للحاجات اللي احنا بنقولها في الاعلام. وزارة الداخلية عملت حملة خلال الايام الماضية للتأكد من الضبط والربط في مسألة الاجراءات تاني بتاعت كورونا، مسألة الشوارع، هل الميكروباصات لسه ملتزمين بموضوع الكمامات، موضوع الاجراءات التباعد، موضوع الوقاية؟ لانه خد بالك المناطق اللي فيها التماسات واحتكاكات واختلاط ما بين البشر هي اكترها المواصلات ووسائل المواصلات، فدي لازم تبقى العين عليها طول الوقت. وانا ببقى مطمن لما عين الداخلية هي اللي بتبقى عينيها، لانها عين ساهرة وواعية. تقرير. يأتي إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل الجماعي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. لذلك واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على الطرق الرئيسية وداخل المدن للتأكد من التزام سائقي وسائل النقل بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من السائقين. فالسائق هو المسؤول عن ارتداء الركاب لتلك الكمامات، وإلا تعرض للمساءلة القانونية. ونجحت هذه الحملات التي تتم بصفة يومية في ضبط العديد من المخالفين لتلك الإجراءات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع مواصلة الحملات لضمان الالتزام الكامل من الجميع
حفاظا على صحتهم وسلامتهم. كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة لإغلاقها والمعلن عنها مسبقا من مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا. حيث تم تعيين خدمات أمنية لمتابعة مدى التنفيذ من قبل أصحاب تلك المحال، كما أن هذه الخدمات توفر مظلة تأمينية لحماية الأرواح والممتلكات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك الإجراءات والقرارات. جهد محترم جدا من وزارة الداخلية وأصدقائنا وإخواتنا اللي بيعملوا في وزارة الداخلية اللي بيوصلوا الليل بالنهار الحقيقة من أجل تطبيق القانون والحماية. خدوا بالك، هو تطبيق القانون ده مش أجل تطبيق القانون، يعني هو فكرة إن هم بعض الناس يقول لك هم ليه بيغلسوا يعني على المواصلات العامة، هم بيغلسوا وما هيستفيد إيه؟ يعني الضابط أو العسكري أو مين الشرطة اللي كان دلوقتي بيفتش على الميكروباص وبيتأكد من الكمامة وكذا، هو هيستفيد إيه لما كنت لابس كمامة؟ هو هيستفيد حاجة؟ هياخد ترقية؟ هياخد نشان؟ هياخد لا، ده هو بيتأكد إن أنت مخلي بالك من نفسك. تخيل يعني ما تعتبره أنت المواطن هو نوع من التقييد، نوع من الإه، نوع من الإه. هو في النهاية بيبذل مجهود عشان يتأكد إن أنت إن شاء الله هتبقى في أمان، وإن أنت مخلي بالك من نفسك، وإن أنت إن شاء الله إن شاء الله نسبة إصابتك بكورونا تبقى أقل 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 نسبة ممكنة. شفت؟ فالحقيقة جهد مشكور ومحمود جدا لوزارة الداخلية، بنشكرهم عليه. حد هيقول لي يا تامر ما أنا معاك اللي أنت بتقوله، وإن إحنا لازم نعمل إجراءات التباعد وإجراءات الوقاية والكمامة والكحول والمطهر والكولونيا وكل الحاجات دي، بس إحنا اتخنقنا، إحنا تعبنا. هقول لك اه، وانا معاكم، وانا يعني فرحان بالاجراءات، ده ايديا نشفت وجلدي وقع من كتر الكحول ومن كتر الحاجات اللي انا برشها ومن كتر ما انا مراتي وانا داخل البيت مش بترشني، ده يعني غالبا بتفحمني. لكن ادي الله ودي حكمته. البديل ايه؟ فكر في البديل. البديل لا قدر الله انه تبقى راقد على سرير او صوره على حيطه. طب ليه؟ الحمد لله على كل شيء، واحده واحده. وزي ما كانت الاجراءات صعبه قوي، دلوقتي الاجراءات سهله، الاجراءات سهله، الخنقه خفت كتير. بس مش معنى كده ان احنا نسيبها على الاخر. هتقولوا لي طب لامتى؟ قلت لكم اي حد يفتي بمعلومه انه خلاص خلصت او هتخلص 1/9 او هتخلص 1 كذا كذاب آشر فتاي باهر، اوعوا تصدقوه، ارجموه، العنوه، لانه بيفتي. هتقولوا لي طب ايه الحل؟ الحل لا مش الحبل، الحل هو اللقاح. اليوم اللي هيطلع فيه اللقاح مبروك، اليوم اللي كلنا هنروح نتلقح اللقاح ده مبروك، انتظروا هذا اليوم عند الاعلان عنه مبروك. وعشان ادخلكم في جو السسبنس عملت لكم تقرير عن السباق اللي كل دول العالم بتسابقه من اجل الوصول الى لقاح كورونا منه ومنها الى الفاصل. تتسابق دول العالم الآن من أجل الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد COVID-19. ففي بشرى سارة زفتها دولة الصين، أعلن رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الدوائية أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام الجاري. وتقوم وحدة تابعة لشركة الصين الوطنية للصناعات الدوائية سينوفارم بتطويره، وقد لا يكلف أكثر من 1000 يوان، أي 144.27 دولار. وقد دخلت في مرحلة متأخرة من الاختبار البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع دليل على فعاليته للحصول على الموافقة التنظيمية النهائية. في الشهر الماضي أبرمت الحكومة الأمريكية صفقة حول لقاح تجريبي طورته إحدى الشركات، والذي يؤمن ما يكفي لتطعيم 50 مليون أمريكي مقابل $40 للشخص الواحد. في حين كشفت
قالت آنا بوبوفا رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا أن مركز أبحاث فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بدأ المرحلة الثانية من الدراسات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن جميع المتطوعين المشاركين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بشكل خاص يشعرون بصحة جيدة ولا توجد ردود أفعال لدى الذين تم حقنهم باللقاح. انتقالا إلى الهند، فكشفت الدولة عن كوفاكسين وهو أول لقاح هندي لفيروس كورونا كوفيد-19، حيث تشير الملاحظات الأولية من المرحلة الأولى من تجربة كوفاكسين البشرية إلى أنه لقاح آمن. من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا والخروج من مستشفيات العزل بنسبة وصلت إلى أكثر من 61%. إسراء سعد، آخر النهار. وأشهرها وقلب القاهرة النابض، إنه ميدان تحرير اللي أصبح كأنه عرض متحفي مفتوح بعد عملية تطويره ضمن مشروع تحويله إلى مزار سياحي وأثري. ميدان التحرير وتطوير القاهرة الخديوية بيأتي ضمن هدف استراتيجي أكبر، وهو إعادة الدور التراثي والثقافي والسياحي للقاهرة. مشروع التطوير تبنى عدد من المحاور. المحور الأول محور تطوير الواجهات. عملية التطوير شملت إزالة كافة اللوحات الإعلانية على واجهات العمارات. حاجة تانية توحيد اللون، وحتى توحيد اللون الخاص بالمحلات التجارية. وأيضا من عناصر التطوير هو الإضاءة، ويمكن الإضاءة هي دي الحاجة الجميلة اللي أضافت لمسة جمالية على المباني. المحور الثاني من محاور تطوير ميدان التحرير وهو الساحة الرئيسية للميدان، اللي هي يعني بنسميها الصينية، صينية الميدان. جاء فكرة التصميم ان يكون في علامة مميزة للميدان متمثلة في المسلة. تم إضافة مكونات اخرى لإضافة يعني قيمة جمالية على الساحة، اللي هي الأربع كباش اللي محيطة بالمسلة بخلاف نافورة ثلاث مستويات. تم وضع مجموعة من المقاعد اللي يستمتع بها المواطن المصري ويقدر يعني يقعد في الميدان فترات طويلة يستمتع بجماله. البعد الثالث في تطوير الميدان وهو تطوير مسارات المشاة. تم دراسة ازاي يتم عبور المشاة في اماكن محددة. البعد الثاني اللي هو استخدام مسطحات اكتر من المسطحات الخضراء المتمثلة في النجيلة في بعض اجزاء من الميدان. البعد الاخير من ابعاد تطوير الميدان وهو تطوير الجزء الخاص بالاشجار والنخل. استخدام شجر نقول عليه الشجر الفرعوني اللي هو له تاريخ قديم زي شجر الزيتون. تطوير ميدان التحرير لاقى إشادة واستحسان من جانب المواطنين، اللي أكدوا أن الميدان بات وجهة حضارية ويضاهي أشهر الميادين العالمية. لما جيت النهاردة الصراحة اتفاجئت يعني من الإضاءة، من الديزاين الجديد اللي عملوه، من حس الشجر والإضاءة دي. الصراحة شغل عالي جدا وشغل مفرح، بالأخص أن ميدان التحرير ده من أهم المناطق اللي في مصر. يعني أي حد بيجي إلى مصر لازم يزور ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، وده كله حاجة تشرف مصر. وأنا شايفة أن الموضوع دلوقتي بقى أحسن بكتير، طبعا في تطور أن هم وحدوا كل الألوان. فاجئت بصراحة بالمنظر، صراحة منظر مبهر، حاجة كويسة، حاجة نظيفة جدا. النظام عامة والنظافة بقى أحسن كتير من الأول. الإضاءة حتى ضافت كمان المباني. لا في حاجة كويسة حصلت، في حاجة كويسة. مبسوط جدا لسبب الأول، موضوع أن الرصيف ده بقى واطي. الرصيف ده كان عالي جدا، فما كنت بقابل واحد بكرسي متحرك كنت بضطر ان انا اشيله. ثانيا موضوع المسله دي في منتهى الجمال، هي والاربع كباش واللون الاخضر النجيله وشجر الزيتون. يا ريت يعني نحافظ على المكان ده. طبعا ميدان التحرير اتطور اكتر من رائع،
من النجيل اللي اتعملت في الارض وللمباني باشكال حلوه. والله التطوير كويس جدا وشكل المنطقه كله جميل جدا، واكتر حاجه لفتت انتباهي طبعا المسله اللي ورايا ديت، توحيد الاناره كويس جدا في المباني كلها وشكله جميل جدا وعامل طابع كويس للمكان. يعني بالنسبه لتناسق الالوان يعني في الميدان حاجه خرافيه، المباني تبقى كلها بطلاء واحد، دي حاجه مميزه، دي حاجه مثلا يعني تدعو للرقي بحيث الشكل الحضاري بتاع الدوله يكون حاجه كويسه تدعو للسياحه. هو جميل بصراحه، يعني المنظر بقى رائع وشرف مصر، حاجه نظيفه يعني حاجه تشرف مصر فعلا، وفرحتني وبسطتني جدا. وللحفاظ على ما تحقق من اعمال تطوير تم اسناد مهمه تامين وحراسه ومراقبه الميدان لاحدى شركات الامن للتعامل بحسم مع اي مخالفات بالميدان. الاراده السياسيه المتمثله طبعا في القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء اللي هم وجهوا بوجود يعني او بوجود شركه لاداره الميدان، اداره الميدان في كل الجوانب، اولا الامن الميدان، الحفاظ على الصيانه، صيانه كل العناصر اللي موجوده سواء النافوره، اعمده الاناره، كل الجزء اللي يخص التشجير وخلافه، دور اداره واداره او شركه متخصصه في اداره مثل هذه المناطق هيضمن ان شاء الله ان المشروع ده يستمر لعشرات السنين على وضعه الحالي. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. تقرير رصد مش التحول، الحقيقة التغير الكامل اللي حصل في ميدان التحرير. والحقيقة في ناس كتير كانت بتتابع الإجراءات وعمليات الترميم والتطوير والتحديث والتغيير اللي بتحصل في ميدان التحرير، لأنه ميدان التحرير تحديدا ليس ككل الميادين، في ناس بتعتبره وأنا منهم هو وسط العاصمة، هو السنتر، هو المركز اللي مصر كلها بتدور حواليه، وتحديدا طبعا القاهرة الكبرى يعني، لكن تحديدا كمان يتقال لك فين المركز، فين نقطة الدايرة، كان الناس كلها بتشاور على ميدان التحرير ده بصفة عامة جغرافيا. وطبعا نظرا للأحداث اللي حصلت في 25 يناير 2011، والأحداث اللي حصلت كمان في ثورة 30 يونيو 2013، أصبح وتحول ميدان التحرير إلى أيقونة ورمز تاريخي وطني كبير، مش بس على المستوى الميداني والجغرافي. عشان كده كان كل الاهتمام بالشكل اللي هيصبح عليه ميدان التحرير، وانا الحقيقة من السعداء بانه الشكل اصبح حضاري كده. واللمسة اللي عجباني فيه انه الصبغة او النكهة التاريخية لسه موجودة فيه مع شكل مودرن حديث حضاري حلو، فعملت ميكس كده ما بين اللي فات واللي جاي بشكل حلو. اتمنى بقى ان احنا كمصريين نحافظ عليه، اتمنى ان احنا نحافظ عليه، لان احنا للأسف الشديد عندنا عادة مش تمام كده، ان احنا الحاجة الحلوة ما بتقعدش حلوه معانا كتير، وانتوا فاهمين قصدي يعني. طيب، في خبر النهارده مهم اعلنته الهيئه الوطنيه للانتخابات، يهم طبعا كل الساده المرشحين اللي ترشحوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وطبعا يهم الساده الناخبين اللي نزلوا وانتخبوا وادلوا باصواتهم الاسبوع اللي فات سواء في انتخابات المصريين في الخارج او في الداخل اللي جرت على مدار 4 ايام. الهيئه الوطنيه للانتخابات اعلنت انه غدا النتيجة الرسمية لانتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ سيتم إعلانها الساعة 3 عصرا من مبنى ماسبيرو، وتحديدا في الطابق 7. ودعت كل وسائل الإعلام والمراسلين وكل الجهات التي ترغب في تغطية هذا الحدث إلى التسجيل مبكرا والذهاب مبكرا قبل الموعد بساعة حتى يتسنى الترتيب والتنظيم وفقا كمان للإجراءات الوقائية بتاعة فيروس كورونا. ثم ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الثالثة النتيجة، سواء نتيجة من فاز، القوائم التي فازت، أو الفردي الذين فازوا وحسموا المقاعد، أو المقاعد التي ستدخل في جولة الإعادة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ. كل التوفيق إن شاء الله لمصر عشان يبقى فيها مجلس شيوخ محترم قد الثقة وقد الآمال المعقودة عليه. طيب، عندي بقى قصة الحقيقة هي مش لطيفة أبدا، رغم أن أنا هختمها لكم ختام لطيف، لكن هي القصة مش لطيفة. القصة مرة تانية بوليكة على الفاضي، فقاعة كبيرة، بالونة كبيرة اتنفخت وفرقعت على مفيش،
وفيها جزء من البكش وفيها جزء من الزيف للأسف الشديد اللي بيحصل طول الوقت على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، واللي للأسف الشديد كمان كتير من الناس بيصدقوه. وأنا مبدأي اللي بقوله لحضراتكم طول الوقت، ليس كل ما يلمع ذهب، مش كل حاجة تشوفها بتلمع وبتبرق قدامك أصلها ذهب، ممكن تبقى قشرة بس مدهونة كويس. ما تصدقش كل حاجة تشوفها. هتقول لي يا تامر ده انا شايفها بعيني، هقول لك حتى لو شايفها بعينك ما تصدقهاش غير لما تتاكد. والدليل الواقع دي، الفيديو اللي انا هذيعه لحضراتكم ده هو الفيديو الاصلي اللي انتشر منذ ايام على مواقع التواصل الاجتماعي وقلب الدنيا. فيديو يبدو فيه ان في سيده وعيالها بيستغيثوا وبيصوتوا وبيصرخوا بسبب ان في بلطجيه واقفين بره عايزين يكسروا الباب وعايزين يدهموا الشقه وعايزين يخطفوهم وعايزين يسرقوهم وعايزين يموتوهم وعايزين يولعوا فيهم وبتاع. والست في صريخها وهي بتصرخ عماله تقول الحقونا الحقونا، ده احنا كلمنا الشرطه كذا مره بلا حياه لومنت نادي، وكلمنا النجده حتى وقالوا لنا حاضر وبتاع ومحدش عبرنا ومش عارف. فهمت مش هيله كمان النجده مسؤوليه ان هم ما عبروهمش ومش عارف ايه. فالدنيا اتقلبت على الفيديو، فالنيابه العامه حققت ومكتب السيد النائب العام امر بالتحقيق الفوري في هذه الواقعه عشان يتشاف مين الست دي، مين الست دي ومين البلطجيه اللي بيهددوها وازاي ملابسات الواقعه دي عامله ازاي. هوريكم الفيديو الاصلي اللي قلب الدنيا واثر فينا جميعا وتعاطفنا مع هذه السيده المستغيثه الشاكيه الباكيه. اتفرجوا. الناس بتهجموا علينا في بيتنا، احنا في شارع محمد نجيب، احنا في شارع محمد نجيب المتفرع من خالد بن الوليد، ابراج الوليد بيكسروا علينا الباب، بيكسروا علينا الباب، في ناس بتتهجم علينا. طلبنا البوليس اكتر من 8 مرات، النجده جت وما عملتش حاجه. اختي بيقف عليها والنبي الحقونا، ارجوكم والنبي الحقونا، ارجوكم ارجوكم والنبي والنبي الحقونا، مش عارفه اعمل ايه يا رب. ارجوكم ارجوكم الحقونا، ارجوكم والنبي والنبي الحقونا، والنبي والنبي احنا فعلا مش عارفين نعمل حاجه. بس خلاص طيب ارجوكم يا جماعه، حد يطلب لنا النجده ولا حد لو يعرف اي حد. ارجوكم والنبي ارجوكم والنبي، لو حد يعرف اي حد في الاسكندريه يحاول يتواصل معانا. ارجوكم والنبي، الناس بتتهاجم علينا عايزين يقتلونا. ارجوكم. أشوف كلامك أصدقك، أشوف كلامك أصدقك، وبعدين لما أجي أتحقق أعرف العجب. وطبعا الفيديو ده متظبط ومتجمل ومتحلو كده ليه؟ عشان الجزيرة هي اللي زيعاه، والجزيرة قناة تموت في المصايب. تموت دي كيف؟ يعني المذاكرة بتتعاطى مصايب، مش عارف إيه جنازة وتشبع فيها لطم، ما صدقت مش عارف ايه، وان الست قالت لك كلمنا الداخليه 8 مرات وما ردوش، مش قالت لك بس يلا بينا نولع في الدنيا ونظبط، وهم اللي كتبوا على الاسترابه على الفيديو الكلام المنطوق من الست، ظبطوا الدنيا بحيث ان التقرير ينزل او الفيديو ده ينزل على السوشيال ميديا يكسر الدنيا. واحنا كلنا تعاطفنا معاهم، ستات غلابه وقاعدين ويا عيني في بلطجيه واقفين هيكسروا الباب عليهم وهيموتوهم ويسرقوهم ويخطفوهم وبتاع. ثم النيابة حققت، فاتضح ايه بقى؟ اتضح ان كل ده بكش، وان القصة لا في بلطجية ولا عايزين يخطفوهم ولا عايزين يضربوهم ولا بتاع. القصة طلعت نزاع على الشقة دي، شقة في اسكندرية، نزاع على الشقة ما بين اتنين ستات، ما بين اتنين ايه؟ اتنين ستات. مين الاتنين ستات دول؟ اتنين مطلقات لراجل واحد، رجل مزواج تزوج ستتين وطلقهم، وقام عامل ايه بقى؟ قام كاتب عقد بيع الشقه باسمه، قام كاتب عقد بيع للمطلقه دي، وكاتب عقد بيع لنفس الشقه للمطلقه دي. شفتوا؟ عشان كده قلت لكم رجل مزواج، وما رضيتش اقول بقى اللي بعديها لانه النيابه العامه بعد كده هي اللي هتحدد نسبه التحايل او لو في جريمه او كذا او كذا، لانه طبعا بيع نفس العين او بيع نفس الوحده او نفس الشقه لطرفين جريمه، ما ينفعش. شفتوا ان القصه ملهاش علاقه خالص، وان الليله كلها كانت من هدف
خلق حالة من التعاطف على السوشيال ميديا لا ليها علاقة لا بالنجدة ولا بالداخلية ولا بكذا، وليها علاقة بخناقة اتنين مطلقات، خلينا نقولهم بشكل لطيف، اتنين ايه؟ مطلقات. عارفين الموقف ده فكرني بيه؟ مش عارف انتوا تفتكروه معايا ولا لا. الناس اللي دماغها كده بتلقط التايهة وبسرعة بتجيبها وهي طايرة. كان في مشهد شبيه بس ما كانش بين اتنين مطلقات، بس نفس الحالة كان عاملها الفنان الراحل جورج سيدهم في فيلم غريب في بيتي بتاع النجمة سعاد حسني والنجم نور الشريف. فاكرين جورج سيدهم اللي كان مهاجر كندا وقام بايع الشقة لنور الشريف وباع الشقة كمان لسعاد حسني، ولما قالوا له قال لهم اشوفكم امس. طوال سنوات عمره التي بلغت 87 عاما استطاع الكاتب الراحل أنيس منصور أن يصنع علامة فارقة وبصمة خاصة في عالم الأدب والصحافة. أنا الرجل الذي اكتشف فجأة أن بيته يقع على النيل، فصار رائدا لأدب الرحلات في العالم العربي وكاتبا ذا قلم شائق ومميز على صفحات الصحف. كنت من أقدم الناس اللي اشتغلت في العرب، اشتغلت في الأهرام سنة 50. قبل ما نيجي الأهرام كنا بنشتغل في جورنال وفدي اسمه الجريدة المسائية. ففي 18 من أغسطس ولد فيلسوف الكلمة صاحب مواقف الذي لقبه عميد الأدب العربي طه حسين بأكبر قارئ بين العرب. أدعي أني ولدت والكتاب في يدي، يعني نشأت في أسرة القراءة من أهم معالم أفرادها. ووصف أنيس أصابعه في الكتابة بدودة القز التي تحول أوراق التوت إلى حرير، وأكد أنه سيستمر ولعه باللغة العربية والحفاظ عليها، فهو يتقن 7 لغات غيرها ويرى أنها أغنى وأسمى اللغات التي يتقنها. ترجم أكثر من 9 مسرحيات بلغات مختلفة وحوالي 5 روايات مترجمة ونحو 12 كتابا لأعظم فلاسفة أوروبا. عمل منصور أستاذا للفلسفة حديثة بجامعة عين شمس، ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحفي وألف أكثر من 13 مسرحية من أروع المسرحيات العربية، وعرض منها الكثير على خشبة المسرح القومية. سافر إلى العديد من بلدان العالم وألف العديد من كتب الرحلات، ما جعله أحد رواد هذا الأدب. في نوعين من كتابة الرحلات، إما أن يكتبها الكاتب تسكيل وتحليل لوقائع جغرافية أو تاريخية أو علمية أو فلكية، وفي هذه الحالة لا يكون أديبا، يعني ليست صناعته صياغة الكلام والمحسنات الجمالية ويدور على الشكل الأدبي اللي يكسب الرحلة جمالا أكتر. وفيه كاتب متأمل بيكتب عن الرحلات وهو أقرب ما يكون إلى الأديب أو إلى الترجمة الذاتية أو إلى تسجيل انطباعات العالم حوله في نفسه. حيث أسرى أنيس منصور المكتبة العربية طوال حياته الحافلة بعشرات الكتب المهمة والمؤثرة في الثقافة العربية، زاد عددها على 200 كتاب ما بين الآداب والفنون والفلسفة وأدب الرحلات. ويعتبر الباحثون والمثقفون إنجاز أنيس منصور من مكتبة كاملة متكاملة نجحت في تشكيل ثقافة أجيال متعاقبة. صاحب أنيس منصور في مشواره الأدبي لقب عدو المرأة، وذلك بسبب كتاباته النقدية والطريفة دائما حول المرأة وتكوينها العقلي والعاطفي، وكانت أبرز مقولاته فتش عن المرأة وراء كل مصيبة. إلا أن في الواقع كان أنيس منصور أكثر حبا ورومانسية مع النساء في حياته. أما فيما يتعلق بلقب عدو المرأة فأطلق عليه بسبب عمود مقاله في الأهرام مواقف، وكان يرى أنه يكتب عن الرجل العازب حتى يرفه عنه بطريقة طريفة، ومع ذلك أحب منصور ذلك اللقب كثيرا، لكنه كان أبعد ما يكون عن كونه عدوا للمرأة. إسراء سعد، آخر النهار.
مستحيل اي مبدع يبقى عدو للمرأة، رغم انها فعلا كانت بتتقال كتير على الكاتب الراحل الكبير الاستاذ انيس منصور اللي احنا اذعنا لحضراتكم دلوقتي تقرير يرصد ذكرى وفاته، لانه من القامات الكبيرة المثقفة والقامات الصحفية والقامات الابداعية اللي اثرت الوجدان المصري عبر سنوات طويلة جدا 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 من خلال كتابات وروايات وكتب كتير، وطبعا مقالاته الشهيرة جدا في جريدة الاهرام خصوصا عموده الاسبوعي كل يوم جمعة، واللي كان بيبقى فيه ما قل ودل واختصار، وكان بيبقى فيه نوع من الصراع الحلو كده اللي بيصوره دايما ما بين الزوج والزوجة او الرجل والمرأة. لكن انا مؤمن انه اي مبدع بجد، اي فنان بجد، اي موهوب بجد، مستحيل مستحيل يبقى عدو المرأة. ده لازم يبقى نصير المرأة، يبقى حبيب المرأة، يبقى صاحب المرأة، يبقى اي حاجة بس مع المرأة مش ضد المرأة. لانه الفهم الحقيقي للحياة، لو انت فاهم الحياة لازم تبقى عارف ان الحياة مرأة وحاجات تانية جنبها. مرأة هي الام والاخت والخالة والحبيبة والزوجة وكل حاجة والابنة وكذا. اضف الى ذلك كم التضحيات وكم المجهودات اللي هي بتبذلها ومحدش بيشاور عليها. احنا بس الرجالة فاكرين ان احنا سبع البرمبة وان احنا بنتشقلب وبنطير في الجو وان احنا بنعمل كل حاجة وتعبانين يا عيني وبتاع. لكن انا مرة من كم سنة كده، مش فاكر كان هنا ولا قبل كده في الحياة مش فاكر، عملت لحضراتكم مقارنة ما بين يوم في حياة امرأة ويوم في حياة رجل، بالمجهود وبالشغل وبالوقت وبالتعب وبالتضحية وبالمش عارف كده. اكتشفت ووريت لكم ساعتها ان المرأة تقريبا بتبذل يا اما ضعفين يا اما تلات اضعاف اللي الزوج بيعمله، رغم ان الزوج بيبقى راجع من الشغل وتعبان وبتاعه وسيبوني محدش طايق مش طايق نفسي مش عارف ايه، مع ان سبع البرومبا ده اشتغل له 7-8 ساعات والست شغاله تقريبا 18-19 ساعة ما بين بره وجوه البيت. لكن معلش. طيب هسيب حضراتكم دلوقتي مع التقرير اللي احنا بنعمله لحضراتكم تقريبا يوميا، يرصد كل ما يثار حوالين مواقع التواصل الاجتماعي، بس طبعا يثار بشكل ايجابي لان احنا بنختار افضل وانضف ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشان ناخد منهم دايما الشكل الايجابي. هنروح نشوف تقرير السوشيال ميديا النهاردة ومنه للفاصل، وبعد الفاصل عندي فقرة اعتقد انها هتهم كل بنت كل فتاة وكل امرأة في مصر. بعد الفاصل أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، وإحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها. تداول رواد السوشيال ميديا صوراً تخيلية لسيلفي أيام الزمن الجميل، هذا فضلاً عن علاقات الصداقة بين فنان الزمن الجميل التي بالتأكيد كانت ستعكسها صور السيلفي والإطلالات الأنيقة المفضلة للفنانات والفنانين، وبالتأكيد كانوا سيوثقونها في صورة سيلفي. أظهر مقطع فيديو مواطنا سعوديا وهو يقفز بشجاعة على ظهر القرش الحوتي المعروف أيضا باسم قرش البهلوان بعد أن اقترب الحوت من قارب كان عليه في البحر الأحمر. شنطة البطيخ أحدث الطرق المبتكرة لحمل البطيخ بعد الطرق المعتادة لحمله من احتضانه بالذراعين، ويتردد الكثيرون في شراء البطيخ إذا كانوا متعبين خاصة إذا لم يكونوا من أصحاب السيارات لأن حملها مرهق للغاية، لتأتي شنطة مصنوعة في اليابان من الجلد الفاخر لتحل هذه الأزمة. إسراء سعد، آخر النهار. اهلا بحضراتكم، رجعنا بعد الفاصل. في ناس كتير للاسف بتفتكر ان احنا بننسى، وعندهم حق ان هم يفتكروا كده علشان كتير من الاعلاميين وكتير من البرامج الاعلاميه عندها المشكله او العيب ده، وهي فكره النسيان. نفتح ملف ونثيره ونزعق ونعمل دوشه كبيره ونكسر الدنيا يوم يومين ثلاثه، وبعدين الدنيا تهدى خالص ويتنسي الملف وكانه ما اتفتحش، وده ما بيحلش حاجه.
لكن الحقيقة انا ادعي انه انا وزملائي في الاعداد بنحاول شوية ان احنا طول الوقت نضرب على الملفات اللي اتفتحت علشان تفضل طول الوقت كجرز انذار كده. فاكرين حضراتكم الهوجة اللي حصلت من حوالي شهر شهر ونص بتاعة الطالب بتاع الجامعة الامريكية اللي تحرش ببنات كتير وانتهك عرضهم وحاول محاولات غير اخلاقية على مواقع التواصل وما الى ذلك. فالدنيا قامت ساعتها وبقى المجتمع ويمكن الدولة كلها بتواجه ظاهرة التحرش ومحاولة الحفاظ على المرأة والبنت وحقوقها وسمعتها وشرفها وحتى حقها انها ما تتعرضش لمضايقات. والدنيا هديت. احنا عشان كده ولما لقينا الدنيا هديت قررنا ان احنا نصحيها تاني. احنا النهاردة هنتكلم عن فكرة التحرش وفكرة المرأة والبنت وازاي البنت المصرية بنتي وبنتك واختك ومراتك وكل ست في مصر تعرف تتعامل ازاي، يبقى ليها الحق انها تنزل الشارع وهي آمنة، تتعرف ازاي على الناس بشكل محترم بدون الدخول في التفاصيل الخاصة لأي طرف، ولما تتعرض لأي شيء من اول المضايقة بالعين او بالكلمة الى التحرش اللفظي او حتى لا قدر الله الجسدي ازاي كمان تعرف تاخد حقها. انا النهاردة مستضيف لحضراتكم بنوتة جميلة، هي الحقيقة مش بس جميلة، هي ملكة جمال، ودي بشهادة من مسابقة ملكة جمال العرب الجميلة والفتاة الرقيقة ياسمين علي. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ الحمد لله الحمد تمام. لله. انت ياسمين ولا بتحبي اسم الدلع جيسي؟ هو ياسمين ده اسم الاصلي بس جيسي اسم الشهرة. يعني اسم الشهرة، يعني انت اسمك اللي الناس بينادوكي بيه جيسي. ايوه. وتمام اناديكي بيه جيسي ولا خلينا في ياسمين؟ لا انا عادي ما عنديش مشكلة في اي مشكلة حاجة. الاثنين واحد. طيب الاول خلينا نعرفك على السادة المشاهدين. ملك جمال العرب ده حاجة تقيلة وكبيرة. هي بصراحة صعبة جدا. صعبة. طب احكي لنا جت ازاي؟ انا كنت وقتها في دبي فجت المشاركه وكده، انا وقتها كنت خايفه شويه يعني متوتره طبعا لان يعني شاركت في مصر هنا قبل كده. في دبي تشتغلي ولا دي اجازه؟ لا في شغل برضه. اه مقيمه. تمام. فكلموني وكده قلت لهم لا دي اكيد صعبه يعني، وكمان انا ما عنديش خلفيه اكتر يعني، في المسابقات بتبقى لها شروط بتبقى يعني فيها تقييد اكتر لينا. اه فالمهم ايه قلت خليني اشوف المسابقه فين دخلت وتمام، بقيت التصفيه النهائيه فين. في المغرب. في المغرب. ففكرة كلمة المغرب دي بالنسبة مثلا هتروح المغرب؟ اه يا جماعة هروح. طب انتي يعني انا مش عارف اي حاجة هناك طبعا، كل ده تحت مسمى المسابقة. دي الصورة دي في المغرب؟ اه تمام. دي كانت التتويج وقتها. التتويج كان في يناير 2018 فعلا. تمام تمام. انا رحت. لا والمغرب كمان المنافسة فيها صعبة لانه المغرب يعني الجمال نسبة الجمال فيها عظيمة بصراحة يعني. انا كنت متوقعة وصيفة. كنت متوقعة وصيفة؟ ما تخيلتيش ان انت تاخدي التاج. اولا كنت تعبانه يعني جالي دور برد شديد، ان هناك الجو برد جدا وانا مناعتي ضعيفه. جالي دور البرد طبعا ما قدرتش، كنت بشارك معهم بس تعبانه. فكان في حد من لجنه التحكيم كانت مغربيه الدكتور يعني وكده، كانت بتديني كل يوم عسل. عسل؟ عسل بس. اقول لها مش هيعمل حاجه معايا. تقول لي بس خدي معلقه عسل. تيجي لحد الغرفه تقول لي خدي يا جيسي مش عارفه ايه. ده عسل عادي اللي احنا بناكله يعني ولا عسل مختلف؟ عسل بتاعهم. بتاعهم جبلي مثلا او حاجه كده مش عارفه بقى النوع بصراحه يعني. هم كانوا كلهم حاجه انت مش عارفه ايه. هم كانوا بيتخانقوا عليه وانا بعتقد انه اكيد في سحر. اوكي. لا مفيش سحر بس في انواع عسل فعلا بتبقى اللي هي انا طبعا مش عايز افتي قوي يعني، بس معلوماتي ان انا في حد صديق ليا مره جاب لي بطرمان صغير كده عسل من اليمن مش من المغرب. لا فعلا هو العسل ده طعمه ملوش علاقه بالعسل خالص اللي احنا بناكله. في مراره شويه. مرار. واضح ان ده عشان بيور عشان نقي. فاللي هو يعني على ابوه زي ما بيقولوا. ففعلا تاخدي معلقه العسل تحسي بطاقه كده عايزه تفوتي في الحيطه. لا انا فعلا قعدت تقريبا اسبوع كامل كنت باخد منها كل يوم عسل فعلا، واحده الصبح وواحده قبل ما انام وواحده اول ما اصحى. طب شفت العسل كمان النتيجه ازاي؟ شفت العمل؟ لا هو انا جيت في المسابقه لقيت خلاص تمام ان انا بطلع المسابقه كده، لا الامور تمام ومفيش اي حاجه يعني. يوم المسابقه حسيت بتحسن؟ لا الحمد لله حسيت طبعا. انا كان فعلا زوري نفسه كان واجعني ومفيش يعني خلاص اللي هو يعني بقى ضاغط عليا اللي انا مش عارفه اتعامل جدا. اوكي تمام. حصل ايه بقى يوم الختامي؟ طبعا يعني انا عايز اقول لك المسابقه كانت قويه جدا يعني، فيها دول كتير مختلفه، دول عربيه. كان في بلد حلوه فعلا؟ اه بجد. وفي بقى طبعا كان في كتير يعني بقول لك من كل دوله. معلش بس كتير من الناس وانا مش عارف انت اكيد سمعتي الكلام ده. هو إيه؟ كان في بنات حلوه بس عاملين عمليات تجميل. يا راجل. فدي ممنوعه في المسابقه. عاملين عمليات تجميل؟ ايوه. فبيقولوا مثلا احنا مش عاملين بس طبعا لجنه التحكيم والناس اللي معانا. معلش هو سؤال رفيع ممكن؟ اكيد. هو في بنت مش عامله دلوقتي عمليات تجميل؟ الحمد لله. يا سلام.
لا ده بجد والله ما عملتش اي حاجه ومش ناويه. لا بس انا بكلمك بصفه عامه لانه بجد دلوقتي صعب قوي قوي تلاقي بنت على طبيعتها. صعب صراحه قوي. يعني انا لازم حتى تلاقي البنت داخله الورشه قبل ما تطلع. لا وفعلا ودلوقتي المشكله ان بقى في سن ال 16 او ما تلاقي 16 سنه تلاقي رايحه اعمل مناخير رايحه اعمل شفايف لا مش عارفه رايحه اعمل ايه. فدي مشكله برضو معايا يعني. في ناس كتير صحابي مثلا يقولي طب اعملي فيلر شفايف مش عارفه ايه. اقول لهم لا مش مقتنعه حاسه ان انا خايفه اخش اعمل حاجه تطلع عليا مش يعني ما تبقاش حلوه. مش كله برضو يبقى حلو. لا وخدي بالك ده مشوار اللي يروح فيه بيكمل ما بيرجعش. ما بتفضلي بقى في الورشه ومعديه على الورشه رايح جاي. صح فعلا والله. يعني انا شفت ناس كتيره كل شويه عاملين حاجه جديده مش عارفه. فاللي كانوا عاملين عمليات تم استبعادهم اللي هم ايه احنا فاهمين بس سايبينكم ايه تقولوا ان انتم مش عاملين حاجه. اوكي. لان هي يعني قايمه على الصراحه جدا. احنا قعدنا 14 يوم في الفندق كلنا مع بعض. طبعا بيبقى في ندوات بنحضرها كل يوم مثلا بنطلع اماكن كل ده طبعا كل ده تحت المراقبه. كويس. سواء فطور غدا عشاء كله تحت المراقبه. فما كانش حد يعرف الموضوع ده. تمام. وتعاملك مع الناس في الفندق تعاملك مع الناس الغريبه كل حاجه كانت متراقبه. كل حاجه كانت كل حاجه كانت لايف. تمام. قولي لي عشان نقفل قصه المسابقه في ناس كتير ما بتصدقش في المسابقات دي. انا كنت واحده ما بعترفش بيها اساسا. اساسا لان دخلت قبل كده مسابقه وطلعت في التصفيه النهائي. اوكي. فبالنسبه لي حسيت ان الموضوع يعتبر شبه فيك يعني هي بس شو كده بس ايه هما بيبقوا عارفين مختارين مين. فنفسيتي طبعا تعبت بصراحه. طبعا. وعايز اقول لك انه معظم الناس والحقيقه انا منهم بشوف المسابقات لحد النهارده بتاعت ملكات الجمال دي كده الدنيا مصنوعه وهم عارفين هيكسبوا مين. أيوة عشان الاسباب يا اما ليها علاقه بمين ولا هي قريبه مين او اسباب تجاريه وسبونسر وحد دافع وبتاع. وده اللي حصل معايا فعلا وقتها. فده اللي بيخلينا ما بنصدقش وما بنثقش في المسابقات. لا انا وقتها بصراحه فقدت الثقه في نفسي قلت اللي هو انا لا مش عارفه اشتغل مش عارفه اعمل اي حاجه. لان طبعا هو لما تشوف ناس مثلا اللي هتفوز مثلا يعني ممكن تشوف حد تاني ممكن يكون يستحق بس تشوف حد تاني اللي هو طب ازاي. فطبعا في بنات كتير بتتكسر من الموضوع ده تبقى جواها كسره بسبب الموضوع ده. وقابلت ناس كتير قوي. وهي القصه حلاوه بس؟ لا طبعا المسابقه كانت ما كانتش قايمه على كده. ده كده حلاوه وعسل بقى احنا كده نقعد ناكل. مش حلاوه بس لا الثقافه التعامل مع الناس الاسلوب الشخصيه كل ده كان تحت المراقبه. يعني هو 14 يوم احنا في اختبار كده ممكن يحاولوا يستفزوك يحاولوا مثلا يدخلوك في مواضيع يشوفك تتصرف ازاي. وبقى بيطلع بقى الشخصيه بتاعت الشخص نفسه بقى على حياته هو ايه. حلو. اللحظه اللي حطوا التاج على راسك دي كانت بالنسبه لك ايه؟ قلت لهم انا انا المفروض بعمل تحيه الملكه طبعا. لو فضلت افلم لهم انا الكلام ده بجد الكلام ده بجد قبل كده اطلعي انا 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 معلش انا مصريه فلازم اقول انا كتير. دي كانت مين معاكي الوصيفه؟ الوصيفه كانت لابن لا انا لما بطلع التحيه يعني انت الاولى انت اللي خدتي التاج. مين الوصيفه الاولى؟ الوصيفه انا مش فاكره بصراحه اسمها ايه. كان عندي كانت في البنت اللي كانت معايا في الغرفه لبنانيه غاده دي اتعرفت عليها هناك طبعا من حدائق صاحبتي كانت طلعت وصيفه ثانيه الوصيفه لبنانيه عشان نتكلم. وكان في واحده ثانيه الوصيفه الاولى انا بصراحه مش متذكره كانت جنسيتها ايه. تمام. لانها يعني كانت اكتر واحده بتكلم معاها هي لبنانيه دي يعني نفس جو المصريين. اوكي. اما التانيين كده تحسي في نفسنا في حرب قايمه دي عماله تتكلم على دي دي عماله تفتن لو كل واحد عايزه تطلع ايه الطير الثاني عشان تضمن هي. مفهوم مفهوم. مبروك يا ملكه. الله يبارك فيك. وقولي لي بقى الملكه دي اتعرضت لايه زي ما بتتعرض كل بنت مصريه؟ طبيعي لو على السوشيال ميديا تلاقي في الاكونت عندك ناس كتيره اللي هو ايه طب نتقابل طب نتصور طب تحرشات بقى كلام كتير. طب نتقابل على طول كده وش عادي جدا خالص يعني. طب قولي لي السوشيال ميديا انت فتحتي نقطه مهمه وهي فكره الظاهره الجديده اللي احنا موجودين فيها الموضوع السوشيال ميديا ده اثر بنسبه قد ايه على فكره خصوصيه البنت او انه بقت السهل الوصول للبنت من خلال دوسه زرار؟ هو اثر سلبي وايجابي. كويس. سلبي من ناحيه الناس اللي بتتقابل معاهم يعني هي بتبقاش مثلا قصده مثلا في ناس بتحرش طبعا على السوشيال ميديا في ناس تلاقي تدخل تقول كلام مش كويس شباب مثلا وسواء بنات برضو فيه بنات وشباب الاثنين. فطبيعي في ناس بتشوف الازعاج ده فطبعا بتتضايق. اوكي طب يعني ده بمناسبه ولا من غير مناسبه؟ ما عادي من غير مناسبه ممكن يعني ممكن لو حد بيحط صوره ممكن اوكي ده بمناسبه لكن في ناس عادي يعني حياتها العمليه وده شغلها مثلا فطبيعي الناس اللي ليها متابعين ليها ناس مثلا بتتكلم معاهم فلازم تبقى مثلا متفاعله معاهم طبيعي. فتلاقي مثلا حد ما تعرفوش او كده داخل يقول كومنت مثلا مش ظريف كلام اباحي مثلا ف
فهي بتبقى مثلا هنا ما بيقلقوش يعني، يعني لما حد يبعت لي كلمه اباحيه او يخش يعني يغوص في الخصوصيات بتاعتك، قولي لي الجرأة دي بيجيبوها منين؟ يعني البجاحه دي بيجيبوها منين؟ والله ممكن انا بشوفها يعني ان الشخص ده يعني غير سوي، ما عندوش اخلاق، ما تعرفش هو ممكن يكون بيستفز الواحده انها ترد عليه تقول له طب انت تشتم معاه. ممكن يكون الطريقه في ناس ايوه يعني. في طريقتين يعني، في حد يعمل كده عشان خاطر انت ترد عليه بان هو يستفزك في الكلام فانت تعرفني عشان تقول عليا كده وتبدا بقى ايه الكلام. أوكي. وفي حد بقى اللي هو شايف اي بنت حلوه انت يا تروحي جهنم انت هتموتي مش عارف بتلاقي حاجات غريبه كده بتشوفها. اوكي في حد بقى حاول يتطول اكتر من كده مش مجرد بس لا انا الحمد لله بشوف المسج قبل ما افتحها، لو انا اشوف لقيت فيه كلام كده ما بفتحهاش او تبص عليها قبل ما تتفتح. طبعا بفتح بس الحاجات اللي فات شغل او الاصحاب. اي حد تاني بقى انا مش معاكم، انا مش شايفاكم اساسا. وبتعمل عملتي بلوك لناس؟ اكيد طبعا، لما لو حد بيعمل كومنت مثلا عندي بعمل له بلوك، لكن لو حد بعت رساله مثلا انا بعمل بلوك من غير ما ادخل حتى اشوف الرساله ايه. طب ليه؟ إيه انت بتشوف من بره اصلا بتلاقي مثلا الكلام محتوى الكلام اذا حد بيتكلم في شغل، اذا حد بيعاكس، اذا حد بيتمدى في الكلام، فاللي هو ايه انا اصلا ما شفتكش. لكن لو لكن لو فتحت الرساله انا شفتها اتضايقت فعشان كده عملت لك بلوك. اوكي دي فكره بحيث ان انت توصلي رساله للناس انه من بره بره اللي هو ايه الموضوع. انا اصلا ما شفتكش اساسا ولا الكلام وصل لي. اوكي طب ده على السوشيال ميديا، كلميني بقى على الشارع. لا الشارع انا فعلا بشوف حاجات غريبه. يعني هو التحرش دلوقتي يعني بقت مش يعني زمان كنا نسمع مثلا غزل معاكسه يا قمر يا حليوه يا ارض ايوه كلام طبيعي لا دلوقتي بقينا نسمع كلمه التحرش ده في المجتمع العربي. بقت تحس انها كلمه ثقيله اساسا لما تسمعها، الكلمه تلاقيها بتنتشر كتحرش. طب احنا مش فاهمين ايه التحرش ده. فالموضوع بقى فعلا الفتره دي يعني في ناس كتير مرت بمشاكل بسبب الموضوع ده، وانا شفت حادثه حصلت. انت شايف ان هو زايد قوي دلوقتي؟ جدا جدا، لان مش مثلا من مثلا ناس كبيره او واعيه او راشده، لا في ناس اندر ايدج، ناس الاقل من السن القانوني، تلاقي مثلا يعني انت تمشي في الشارع بصراحه انا بشوف اطفال بسمع منهم كلام ما ينفعش يتسمع. يا يعني اطفال انا مش عارفه انا لوحدي ولا اكيد. لا اكيد اكيد كلنا. لا ما اكيد اللي بيحصل معاكي بيحصل أكيد. مع البنات كلها بس اطفال بس. اطفال يعني انا بستغرب ان هم اطفال مثلا اللي هم في ابتدائي يعني اطفال يا ابيض. عشان كده انا بصراحه بستغرب يعني مثلا انت تمشي تلاقي واحد زي ده ماشي يعكس مثلا كلام ما ينفعش يتسمع. انا بقول مثلا جايبه من فيلم، جايبه مثلا من حد بيعاكس، اكيد هو مش فاهم معنى الكلام. طب قولي لي النسبه تقريبا قد ايه؟ يعني لو قلنا ان انت بتنزلي 7 ايام في الاسبوع، كام يوم فيهم بتتعاكسي او بيتم التحرش بيكي؟ انا بحاول ما اختلطش بالناس. لا ما انا مش بقول لك هتختلط بالناس بس أيوة انت في النهايه بتنزلي راحه لواحده صاحبتك، راحه شغل، راحه مشوار. بس ايه ان انا بروح طبعا ما بخرجش في كل الاماكن لو بخلي حتى خروجي محدود بسبب ان مثلا ما اتعرضش لاي حد يضايقني. يعني حتى مثلا لو حد بيوصل لي من اهلي، حد بيجيبني مثلا بسبب ان انا ما اتعرضش مثلا. تحاولي مثلا ما تمشيش في الشارع على رجلك كتير. ما واحد سخيف ولا حد مش محترم يمشي يقول لك كلمه مالهاش 60 لازمه ولا حد يقرب منك. انا من النوع اللي انا كواحده بغير على نفسي طبيعي، فلو سمعت حد قال لي الكلمه دي انا مش هتملك اعصابي وممكن انزل عليه ضرب. ضرب؟ ضرب على طول. طب بس يعني ما تفتحش صدرك قوي برضه عشان بس ما هو في الحاله دي انا هروح يلا هو هيروح. لكن انت بتحاولي قدر الامكان عشان تحافظي على نفسك ان انت تتحاشي الاختلاط، يعني مثلا ما بتحاوليش كتير تمشي في الشارع على رجليك كتير؟ ما بحاولش، حتى مثلا لو اروح اقعد في مكان او كده بحاول ان انا ايه يكون يعني عارفه انا رايحه فين جايه منين، بسبب الموضوع فعلا في مصر يعني بقى زياده جدا، وبقينا يعني كمجتمع مصري اكتر نسبه في التحرش على مستوى العالم. يعني الموضوع ده انا برضو كنت يعني انا كنت بشوف يعني الدول كلها دلوقتي يعني حياتهم غير احنا، وبقى احنا مثلا مشكلتنا في الدنيا دلوقتي لا ده تحرش، لا سواء سن كبير لا صغير تحرش بس. طب قولي لي ده سؤال مهم برضو علشان بعض الناس بيرجعوا فكرة التحرش او ان الولد بيبص للبنت ويبتدي يعاكسها وما فوق المعاكسة بقى بسبب لبسها، هل ده له علاقة؟ لا انا مش شايفه له علاقة، لان قدامي انا شفت واحدة منقبة بتتعاكس وبيتحرشوا بيها. منقبة وحصل قدامي الموقف ده. قدامي انا بصيت كده وقتها. طب انا رحت للشباب قلت لهم انتوا شايفين منها ايه عشان يعني انا كنت هتجنن، قلت لهم انتوا شايفين فيها ايه يعني لفت نظركم عشان يعني مثلا انت مدوا ايدكم عليها او كده. يقولوا لنا بنرفع مراحل المعنويه. كلمه جد؟ والله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله.
فاللي هو يعني حتى المنقبه ما بتسلمش. لا اللي انا كنت في حاله صدمه اللي انا لا طب انتوا بتعكسوا البنات عشان مثلا لابسه عامله طب دي فيها ايه كذا. طب انت شخصيا بتحسي انه حسب طبيعه لبسك التحرش او المعاكسه او الغلاسه بتزيد او بتقل ولا ايا كان لو حتى لابسه جينز وتيشرت وكوتشي هتتعكسي؟ ايا كان اي حاجه اسمها انثى. اي حاجه اسمها انثى من غير لا سن من غير لا شكل من غير اذا كانت ام اولاد ولا لا لو كشكل انثى بتتعكس. ومش انثى بس ده الاطفال البنات. على فكره كلمه صعبه قوي اللي بتقولها ياسمين فكره انثى. اي انثى كبيره صغيره ام مش ام حلوه مش حلوه لابسه مش لابسه هي في النهايه طالما انثى يبقى لازم هتتعرض للتحرش او المعاكسه او المضايقات. وفعلا وكمان عندنا هنا مثلا انا دارسه قانون تمام. انا دخلت درس ايه؟ قانون. اهلا وسهلا. يعني انا دخلت حقوق بسبب يعني انا كان بابايا رافض فلو كليه صعبه شفت لهم انا هدخل حقوق لان انا عايزه ادرس القانون اعرف حقي يعني حقي ايه اللي عليا واللي عليهم. حلو. في قانون العقوبات بتاع خدش حق المراه والكلام ده وكده تخيل العقوبه ايه؟ كان ماده 306 يعني انا كل حاجه في القانون عارف ماشي عليها. كان العقوبه ايه؟ من 200 ل 1000 جنيه خدش حياء المراه. بس ده كان زمان. لا انت ما طورتيش معلوماتك القانونيه. لا او سنه حبس. ايوه الكلام ده برضه كان زمان. دلوقتي البرلمان السنه اللي فاتت غلظ العقوبه. انت متخرجه بقالك فتره ازاي ما رجعتيش 2015 البرلمان غلظ العقوبه دلوقتي بقى فيها 6 اشهر وثلاث سنين حبس وبتاع وغرامه مش عارف ايه. لا ففي ولاد بيتروقوا دلوقتي وده كويس. يا ريت ده كل يعني ما العقوبه تبقى قويه. اخر حاجه درسها اللي هو مثلا سنه كعقوبه ما مش برضه حاجه صعبه يعني اللي هو احنا عايزين نشد اكتر. انت عايزه له اعدام ولا ايه؟ لا مش اعدام مش للدرجه دي. يعني بس يكمل عمره في السجن كده ولا حاجه يعني يكون في شد في الموضوع. لان مثلا حتى لو اي حد حصل له تحرش او كده فكره ان هو يروح يعني يروح مثلا القسم يتكلم ما هو في ضباط. فكبنت تروح تقول له انا واحد اتحرش بيا. لا استني بقى هنرجع للنقطه المهمه جدا فكره ازاي البنت تتعامل وازاي البنت تاخد حقها. بس خلينا الاول بس نسال ونستشير من استشار لم يخب. معانا الصديقه العزيزه والاستاذه المحترمه الاستاذه ايزيس محمود مدير التدريب والتوعيه بالمجلس القومي للمراه. مساء الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا استاذ تامر. مساء النور. ازي حضرتك؟ على حضرتك وعلى ضيفتك الكريمه ومشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا ولك كل التحيه. واحنا عارفين الجهد العظيم اللي حضرتك بتبذليه والمجلس كله الحقيقه في محاوله دعم المراه والمحافظه على حقوقها. الحقيقه المجلس زي ما حضرتك عارف والناس كلها عارفه ما يعني بيبذل جهد كبير جدا جدا بقياده الدكتوره ماي وتحت اهتمام كبير من القياده السياسيه الاهتمام بالمراه وتنميه اوضاعها في كل المجالات الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه والدعم الاعلام كمان اللي واقفين معانا طول الوقت وبيبرزوا بشكل كبير جهد المجلس وعلى الارض وازاي اوضاع السيدات بتبقى احسن من وقت للتاني. مظبوط. لو حضرتك متابعه دكتوره الكلام اللي انا بقوله انا وياسمين فيما يتعلق بمواجهه ظاهره التحرش اللي للاسف الشديد اصبحت ظاهره شبه يوميه في الشارع المصري. والحقيقه رغم انه الوقعه الاخيره بتاعت الجامعه الامريكيه وما الى ذلك كانت وقعه مزعجة ومؤسفة لكن كان فيها فايدة واحدة بس انها صحتنا وخلت المجتمع كله يفوق على حجم المشكلة اللي احنا موجودين فيها. ده حقيقي. ده حقيقي وغيرها كتير الحقيقة. يعني احنا في نقلة نوعية في تناول قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام انه اصبح الافصاح بقى شكل اساسي دلوقتي. الناس اللي كانت بتخاف زمان تتكلم على ما تتعرض له سواء تحرش في الشارع او عنف منزلي او اي نوع من انواع العنف لا دلوقتي بقى في افصاح عام وفي جهات رقابية وقضاء ومجلس قومي للمرأة ومكتب شكاوي وواقفين بيساعدوا كل شكوى تيجي علشان توصل للسيدة لحقها وعشان يبقى بالأساس يكون عندنا شارع آمن لكل سيدة مصرية تقدر تمشي فيه. هو ده الهدف. هو ده الهدف فكرة الشارع الآمن لكل حد يمشي فيه راجل أو ست. ده حقيقي لانه كمان مش بس المراه هي اللي بتتعرض للتحرش لكن شفنا اطفال بيتعرضوا للتحرش. بنشوف اشكال جديده للتحرش زي ما حضرتك وضيفتك الكريمه كنتوا بتتكلموا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي بقى مناخ داعم لفكره التحرش والتنمر
والتشكيك في الزمم والضمائر، وحتى انه الناس بدأت يعني زي ما هيك شفت كده بيبقوا الناس يعملوا فيديوهات اجينست، يعني كل واحد يتكلم وحد تاني يطلع يرد عليه. مزبوط. الحقيقة ده كمان محتاجينه يبقى مناخ امن حتى لكل حد يقدر يدخل على صفحاته الصفحات. ما حضرتك عارفة دلوقتي يا دكتورة انه الحمد لله ان في دلوقتي تشريعات حصلت مكنت الاجهزة الرقابية ومباحث الانترنت والنيابة العامة من انها كمان تراقب ما يحدث على السوشيال ميديا وترصد المخالفات وتعاقب المتجاوز. ده حي حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على تجديد العقوبه اللي هي وصلت لسبع سنوات. مظبوط. لما يقوم بفعل طب الحمد لله. وانا بس عايزه اكد على فكره انه احنا كل المؤسسات اذا ما تعاونتش مع بعض علشان تحقق هذا الشارع الآمن لكل اللي ماشيين فيه الحقيقة ده هيخلينا يعني قدامنا مشوار طويل. المجلس بيقوم بالدور المنوط به، المجلس بيقوم ببرامج توعية كبيرة بيتكلم على كل قضايا العنف ضد المرأة، بيوعي المرأة بحقها وبيوعي المجتمع كمان ازاي يحافظ على امان المرأة في الشارع. مزبوط. وازاي يمكن المرأة. خلي بال حضرتك انه قضايا التحرش وقضايا العنف ضد المرأة بتبقى مرتبطة بشكل اساسي بفقر مالي، فقر ثقافي، بيبقى والله يا دكتورة انا الحقيقة مش عايز من أماكن بعد اذنك يا دكتورة مش عايز الحقيقة أرجع فكرة الظاهرة بتاعت التحرش أو المضايقات أو عدم أمان المرأة لسبب واحد، لأن الحقيقة كل ما ندور على سبب نلاقي في شريحة أخرى. يعني لو رجعناها الفقر هتلاقي لا ده في ما أكثر الأغنياء الذين يتحرشون. لو قلنا بسبب الكبت أو بسبب مثلا تأخر سن الجواز هتلاقي ما أكثر المتزوجين اللي متحرشين. هتلاقي الحقيقة الظاهرة أصبحت ظاهرة عند كل الفئات. درجة ياسمين دلوقتي قالت جملة الحقيقة أزعجتني جدا لما قالت لك، قلت لها مش عارف البنت مثلا اللي بتبقى لابسه كذا او الصغيره او الحلوه، قالت لي لا اي انثى بيتم التحرش بيها. فالحقيقه الواقع صادم، هي مزعجه الحقيقه جدا. العباره مزعجه لكن هي الحقيقه لها حق، يعني عندها حق في كتير من اللي احنا بنشوفه. وحضرتك كمان عندك حق وانت بتقول انه اصبحت كل الطبقات بتشهد هذه الظواهر. تخيل احنا محتاجين حاجه كده، نعمل كده مايند سيت للتغيير اتجاهات للمجتمع المصري. لانه في كتير من الاحيان احنا مش حاسين الناس بتعطي للمراه او البنت قيمتها الحقيقيه. صح. في الاحترام، في انها زميله لازم نحافظ عليها، انها عابره في الشارع جنبي لازم احافظ عليها، لازم تختلف النظره بتاعت فكره انه ده كائن ضعيف مش هيعرف يحافظ على حقوقه ومحدش هيقف جنبه او مش هيعرف كذا. النظره دي لازم تختلف. لا انا مش بتكلم على هي مش كائن ضعيف بالمناسبه، يعني المراه زي ما الاخت كانت بتتكلم دلوقتي ضيفتك الكريمه قالت لك لو حد اتحرش بيا انا هنزل اضربه. واحنا بدأنا نشوف دلوقتي مش بس كده. تاخديش على كلامها قوي في الحكايه دي يعني. لا انا اصل احنا خلي بال حضرتك ان احنا في المجلس القومي للمرأة بتجيلنا كتير من الشكاوي، وفي ستات بنات نزلوا طبعا هم ما وصلتش لمرحله الضرب، ولكن بمعاونه مكتب الشكاوي قدروا يوصلوا لحقهم عن طريق يقدموا شكوى، يقدموا بلاغ وبعدين تطلع المحكمه والجاني نفسه ياخد حكم وينفذ الحكم. دي حاجات احنا عاوزين البنات، ما بقتش بنات ضعيفة زي الاول. صح. بقوا عارفين، بقى في جزء من التوعية، الميديا طول الوقت بتتكلم على الموضوع. صح. اتفتح ليهم مجال كمان ان هم يعبروا زي ما حصل في الشكوى الاخيرة بتاعت الجامعة. مزبوط. الامريكية، انه بس حد عمل هاشتاج او عمل صفحة تدخلت كتير وبدأوا يتكلموا، وده النقلة اللي انا بتكلم عنها. لا وده تطور مهم جدا، ان البنت دلوقتي ما بقتش تتكسف من انها تقول انا تم التحرش بيا على اساس ان هي المفضوحه. لا ده هي لازم تفضح المجرم.
بالظبط، وحتى لو كانت خايفة من انه هي تعلن انها من الفضيحة او غيره، كمان اصبح عندنا دلوقتي سرية البنات بياناتها، وتقدر بكل اريحية تروح وتبلغ عن الشكوى اللي تقدمت. طيب دكتورة انا من اسف عشان وقت حضرتك الثمين، انا عايز بس اعرض لحضرتك في الاخر خالص صورة كده، عشان انا قلت لحضراتكم ان ده امبارح انا عرضت الفيديو ده وقلت ان ده نداء للمجلس القومي للمرأة، فعايز حضرتك تقولي لي ده يخص. انا بكلمك بالتليفون فانا مش شايفه قدامي. انا عرضت امبارح فيديو لبنت متعلقه من شعرها. ايوه تمام. بيستخدموها احدى الفرق يعني لعمل عرض مسرحي كده في الافراح ومش عارف ايه، وهم معلقينها من شعرها في الهواء في السقف من غير ما رجليها تلمس الارض، وانا قلت الحقيقه ان ده مظهر لا يليق ومظهر مهين جدا 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 للبنت وكذا، واوجهت لكم نداء في المجلس القومي للمراه عشان تحققوا في الموضوع. هو لو حضرتك تابعت كمان حد من المجلس القومي للامومه والطفوله، لانه تبين انه هذه فتاه قاصر دون 18 سنه. يا خبر ابيض طلعت قاصر. بالظبط. كده تبقى تبع المجلس القومي للطفوله والامومه. سريعا وبدا يجمع معلومات عنها، وطلع مسؤول خط ساخن 16,000 في الميديا النهارده الصبح او ظهرا يعني، وقال ان احنا قربنا نوصل عرفوا ان هي من مدينه من محافظه الدقهليه، وعرفوا المدينه اللي البنت موجوده فيها، وان دي فرقه بتقوم بالاستعراض في الافراح الشعبيه في المناطق ديت، وهم سبيلهم لاتخاذ الاجراءات لحمايه البنت. لكن انا مع حضرتك مليون في الميه ان صورة مهينة جدا جدا جدا، وفيها استغلال وفيها اتجار في البشر، يعني دي جريمة يعاقب عليها من قام بها يعني. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتورة ايزيس، اولا على مداخلتك القيمة معنا وعلى مجهوداتكم في المجلس، وبشكرك كمان على المعلومات اللي قلتها لنا، لان انا بصراحة الفيديو ده كان مستفزني جدا 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 وما كنتش هسكت. فالحمد لله المجلس القومي للطفولة والامومة تفاعل، وهيوصلوا للفرقة اللي بتدير البنت دي، وهتتعرض للعقوبة لان ده زي ما قلت فيها اهانة لصورة المرأة وكرامة المرأة، وما بالك كمان وهي قاصر، بالاضافة الى الاتجار في البشر، فهي كوكتيل جرائم كده ربنا يقدرهم على الحبس فيها يعني. لا ومبسوطين مبسوطين في الفيديو، انا اخدت بالي من الفيديو ان هم تحس فيهم فرحة. ما هو للأسف احنا بنفرح في الحاجات الشاذة والحاجات الوحشة والحاجات الغريبة، بقى ذوقنا فيه مشكلة. بدل ما نفرح بالحاجات الحلوة وننبسط بيها ونتضايق لما نشوف منظر شاذ او وحش، لا بقينا نسقف ونفرح وبتاع، ممكن تبقى البنت دي وفرقتها مشهوره ترند خلاص، كله تلاقي كله طلع واللي هو الموضوع بقى عادي. خدت بالك انها من الدقهليه؟ خدت بالك انت صح؟ زمل يعني. انت فعلا من المنصوره صح؟ احسن ناس المنصوره والدقهليه كلهم حبايبي، كلهم هم عارفين حبايبي قد ايه في مدينه المنصوره محافظه الدقهليه. نرجع بقى للنقطه اللي كنت بتكلم فيها مع الدكتوره دلوقتي، وهي الصورة شوية اختلفت عن زمان. زمان كانت البنت اللي تتعرض للمعاكسة او للتحرش او حتى للي اكتر من كده كانت بتتكسف وتجري على بيتها وتقفل، حتى ما بتقولش لبابا ومامتها. بس في مشكلة تانية يعني، في بنات اوكي دلوقتي مثلا حتى لو فكرت تتكلم، في اهل صعبين، في اهل صعبين. يعني حصل مشكلة زي كده مثلا من فترة من سنتين، قالت لا انا بابا سعيد ده لو عرف هيموتني حيا. قلت لها يعني ايه؟ طب هو السؤال يموتها ليه؟ يعني ايه الجريمة اللي بالنسبة لهم؟ عار على البنت اللي حصل معاها، رغم ان هي مشكله يعني مثلا حادثه هي ملهاش دخل في الموضوع. على فكره شباب ضحكوا على بنات. والله ياسمين مهم جدا، لانه فعلا الصوره دي بتختلف. لو انا اب، ايه العار اللي صابني لما بنتي تتعرض ل عشان كده لازم الاهل يكونوا قريبين جدا من اولادهم، مصاحبين اولادهم، بحيث لما تحصل مشكله يقدروا يتصالحوا معاهم ويقدروا يلاقوا حل. لكن في اهالي لحد دلوقتي بتمنع، يعني انا شفت الموضوع ده قدامي، لا احنا هنتفضح، خلاص الموضوع اتقفل خلاص كده. البنت كانت مرعوبه انها تقول لابوها، ولحد دلوقتي ما حصلش اي حاجه. يعني رغم ان كان بنات لسه مبتدئين ان هم عايزين يكونوا موديل، كلمهم شباب احنا عايزين كذا كذا، الحاجات اللي بتبقى على النت. وطبعا دي مشكله انا بوجهها لكل بنت موديل في مصر. مش اي حد يقول لك في شغل في تصوير انت تنزلي، لا انا واجهت الموضوع ده مع ناس كتيره جدا، ينزلوا اكونتات فيك وناس بيضحكوا على البنات. أوكي. اخذوا البنات يروحوا بقى في شقق او في مكاتب ما تبقاش اساسا مكاتب، لا ولا مكتبه ولا حاجه، يا شباب واخذوا البنات واغتصبوهم. يا نهار ابيض. وبنات يعني صغيره في السن اللي هو 21 سنه 20 سنه، عايشين هنا بيدرسوا ومش عارفين الموضوع ده، اغتصبوهم والموضوع سكت. يعني هي البنت جت، بنت جت سالت لي تعرفي كذا كذا، قلت لها لا، بعتت لي الاكونت قلت لها ده واضح ان هو فيك. فلو هتنزلي فيك يعني مضروب،
يعني ايوه لانه كانت مزيف مش عارفه بتاع مين. تمام. فقالت لي بس انا عايزه انزل تصوير. قلت لها لما تنزلي اصبري شويه، انزلي مع حد تعرفيه، ما ينفعش تنزلي مع اي حد ما تعرفوش. صح جدا. حصل الموضوع ده، اختفت فتره ما عرفش اي حاجه، فين وفين لما اتكلمت معايا قالت لي حصل معايا كذا وكذا وانت كلامك كان صح وكذا. قلت لها انت عملت ايه؟ قالت لي انا قلت لبابايا هيموتني. لو قلت لبابايا هيموتني. فما قالتش اساسا لاهلها؟ ما قالتش ولا الموضوع حصل اساسا. بس كانت تشوف البنت دلوقتي واحده معقده. طبعا لازم نفسيتها خلاص يعني اللي هي يعني ما عادش فارق معاها حاجه في الدنيا. لو عادي انا ما عادش بخاف بس عادي. بس خدي بالك والله انا في رايي انه يعني طبعا انا قلبي معاهم، بس انا رايي كمان ان هي الشريكه في الموضوع بسكوتها. طبعا هي مشكلتها خافت على اهلها. يعني قالت لي انا بابايا ومامتي صعبين جدا، فكره ان انا قاعده هنا بدرس اساسا دي كانت يعني تعبت فيها كتير. بس انتوا خدوا بالكم برضو اللي بتقوله ياسمين برضو صعب. احنا هنا بنتكلم انا ممكن عشان برضو ما يبقاش كلامنا كده سهل ونظري ونقول لا والناس واشتكوا بلغوا. اشتكوا بلغوا، بس خدي بالك ان بنتكلم نقول لهم اشتكوا بلغوا لما تعرضوا لمعاكسه، لمضايقه، لتحرش، حد ضايقكم في الشارع بتاع. بس انت بتتكلمي عن واقعة اغتصاب وتبقى مثلا الموضوع لما يكبر راي عام. اغتصاب قصه ثقيله يعني انا ما ينفعش هتيجي تخش على بابا تقول لها بابا انا في حد كلمته وكلمنا على تصوير وانا كنت نفسي اشتغل تصوير. طب انت رايحه تدرسي ايه اللي دخلك في المجال ده؟ وبعدين احنا رحنا فعملوا معانا كذا كذا كذا. فكأب مثلا واقف قدام بنتي اسمع الكلمه دي هيجي مقتله في نفس الحال. يعني الموضوع صعب، لازم تقبل اصلا الاهل فكره النقاش في الموضوع. انا بقول لك هي صعبه، هي صعبه ولازم صعبه. وبعدين احنا مجتمع شرقي نتكلم فيها بصوت عالي مع الناس وفي المجتمع ويحصل عليها حوار في المجتمع، لانه انا بقول لك صعبه وملهاش علاقه بقى بصعيدي ولا فلاح ولا هو اب في الاول وفي الاخر. انا في النهايه اب. صح. و لا لازم نشوف لها صرفه بجد، لانه ازاي نوصل المجتمع انه يتقبل الفكره دي بمنتهى الوعي ومنتهى الحكمه، وانه بنتي مهما كان اللي حصل فيها لا قدر الله، يعني بنت اي حد، انها في النهايه ضحيه. صح. مش هي الجاني، مجني عليها مش هي الجاني. لازم الوعي والثقافه تتغير، بس الوضع صعب. طب الوضع صعب طبعا. هي برضو غلطتها البنت صاحبتك الموديل دي ان هي دخلت في السكه دي اساسا. هي مش كده دلوقتي في مصر بتتواصل لوحدها من غير ابوها وامها يبقوا عارفين هي بتعمل ايه. لا دلوقتي بقت الاغلب السن اللي هو ال 20 21 22 كل بنت بتشوف عايزه ايه. لا انا عايزه ابقى عارضه ازياء، انا عايزه اسافر ابقى مشهوره. ده تفكير الجيل ده، ده التفكير اللي دماغ الناس. انت شايف دلوقتي الاندر ايج لسه العيال صغيره يعملوا فيديوهات احنا عايزين نبقى مشهورين. انت شفت اللي حصل في اسمها ايه مودة الادهم وحنين حسام؟ ايوه بنفس بنتين صغيرين جالهم الهس بتاع الشهره والفلوس وان انا عايزه ابقى نجمه وعايزه بتاع ولا نجمه ولا اي حاجه. يعني ايه بنت مثلا تطلع تعرض نفسها او اللي هو انا معاكم او كده مش عارفه او انا كده اتشهرت. طب اتشهرت على ايه؟ انا كده اتشهرت مش اتشهرت. لا لان في ناس كتير اللي هي تقول لي حرام مثلا او انا نفسي اكون زيها او كذلك. يعني خلي شهرتكم بحاجه مفيده. يعني انت ممكن تدخلي مثلا على السوشيال ميديا بموضوع مهم، موضوع صح. تتفعلي بيه مع الناس، تتكلمي عن حاجات تفيد الناس، هتلاقي ناس تفعلت معاكي من غير اي حاجه. عندك حق، عندك حق. انت شرفتيني يا جيسي. الله يخليك. انبسطت قوي بالحوار معاكي. وانا اكتر. ومعلش انا تعبت ياسمين، انا جبتها من الساحل بس. لا اكيد تحت امرك. تستاهل ميرسي وكانت تستاهل، لان انت مثال للبنوته الحلوه المثقفه المحترمه اللي تعرف تبقى واجهه للبنت المصريه، فانا عشان كده كنت حريص تبقي معايا. ان شاء الله اكيد. ربنا يخليك. ميرسي يا تايا. بشكر حضراتكم النهارده، خلصت حلقتنا. بكره حلقه جديده من اخر النهار، اشوفكم على الف خير. باي باي.